الو ايوه يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اولا نتكلم على امبارح، المحصله حضرتك يعني تم يعني التعليق عليها ازاي او تحليلها باي طريقه؟ والله هو امبارح طبعا كان في حشود كبيره جدا في الـ في الـ 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 يعني اللجان. عايز اقول بس ان كان في يعني ملحوظه ان شمال سيناء كان في دور كبير جدا جدا لتامين اللجان هناك، بالاضافه لان كان في اقبال ملحوظ واقبال كثيف في بئر العبد وعدد كبير جدا من اللجان في شمال سيناء. يمكن كمان كان على المستوى المحافظات كان في اقبال في اسكندريه، اقبال ملحوظ، كان في اقبال في جنوب سيناء بشكل برضو ملحوظ، الاقصر. استاذ يعني محمد معلش هو هقطع حضرتك ثانيه، كلمه كان في اقبال دي هل انتوا بتقيسوها بشكل الطوابير ولا باللجان نفسها في معلومات من جوه اللجنه ان مثلا عدد الكشوف فيها 10,000 جالي منها عدد كذا، النسبه عاليه؟ هو يمكن امبارح سمحت لنا الفرصه ان الغرفه مجلس الوزراء او متابعه الغرفه اللي موجوده في مركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الغرفه فيها لقاءات كتير جدا جرت وكاميرات كتير جدا رصدت عبر الكونفرنس في عدد كبير جدا من المحافظات. احنا شفنا، يمكن حضرتك انا سمعت حضرتك من شويه، فعلا تركيبه الطوابير كانت صباحا يعني بتشهد يعني اقبال قليل جدا او منخفض للشباب، ولكن اما بقول لحضرتك اقبال هو فعلا كان في اعداد كبيره جدا، وده كان يعني مش متوقع لليوم الاول وفي بعض التوقيتات. تعرف حضرتك دايما ان المواطن المصري يعني بيكسر كل التوقعات، يعني كان التوقع ان على مدار الثلاث ايام في توزيعات محددة أو توزيعات معينة، ممكن كتوقعات يبقى في أعداد بتتزايد بشكل ملحوظ أو بشكل كبير، لكن الأعداد كانت فاقت كل التوقعات في اليوم الأول، بحيث أن كان في كل الفئات موجودة. يعني كان فئة الشباب فعلا بدأت تظهر في يعني منتصف اليوم لاخره، وده اظن انه كان مرتبط بعملها او عمل الشباب في سواء في القطاع الخاص او في الجهاز الاداري للدوله، وبالتالي عمليه الاقبال كانت مشهوده يعني في بالفيديو كونفرنس كان واضح كتير جدا في الغرفه المركزيه ان كان في اقبال بشكل ملحوظ. طب يا استاذ محمد لو قسمت لي اليوم كده 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات، يعني لو قسمناه على الـ على الـ على مدار اليوم او هم 12 ساعه، الهيكل مشي ازاي؟ يعني اول ثلاث ساعات تاني تالت اول ثلاث ساعات كان في يعني طبعا المرأة المصرية هي تصدرت المشهد بشكل كالعادة. بشكل واضح يعني تصدرته يعني يمكن الثلاث ساعات الاولى وشاركت في الثلاث ساعات الثانية. كان في طبعا حضور كبير جدا لفئات كبيرة السن من الرجال والنساء، لكن في النص الثاني من الثلاث ساعات التانيين بدا الشباب يتوافد للجان. يمكن انا عايز اقول لحضرتك يمكن الفئات كمان ما كانتش الشهادات الجامعيه او لا، كان في كتير جدا كنا بنشوف من خلال لقاءات اجريت عبر وسائل الاعلام المرئيه في تقارير بالكاميرا للمحافظات كانت بتعرض على الغرفة. طيب والنص الثاني من اليوم اللي هو من بعد الظهر، النص الثاني من اليوم كان فيه كل الفئات كانت موجودة، يعني لغاية أما أغلقت اللجان كان في بعض اللجان كمان على فكرة اتأخرت في الإغلاق، لأن كان أظن تم رصد 14 لجنة كانت اتأخرت من تلت ساعة لنص ساعة في فتح أبوابها، لكن هذه اللجان يعني اتأخرت في يعني قفلت بيبانها، وكان في عدد كبير جدا من الناخبين داخل هذه اللجان. استاذ محمد عبد العاطي محرر المصري اليوم بغرفة عمليات مجلس الوزراء، بشكرك شكرا جزيلا.